السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في حاجة مهمة جدا في أمر الري، ألا وهو إن هو بيعمل جروب. فالجروب دوت كتره غلط. يعني إيه كتره غلط؟ يعني لما بتعمل جروبات كتيرة في قلب ملف الريفت، دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي ملف الريفت يضرب. طيب لو أنا خدت مثلا العنصر دوت وجيت هنا قلت له إن أنا عايز أعمل الري، فبيديني هنا اختيارين، أو اختيار إن هو لينير يعني خطي، او دائري بتحدد مركز الدايره. لاحظ ان هو في اختيار ان اتعمل على طول ان هو هيعمل لي جروب. جروب ليه؟ بحيث ان انا بعد ما اعمل الاري يبقى في جروب اقدر اعدل من خلاله. يعني على سبيل المثال هقول له ان انا مثلا عايز 5، واقول له ان انا هديك اول نقطه وتاني نقطه. تمام، اهي اول نقطه وتاني نقطه، عاملها لي بالشكل دوت. ممكن في اي لحظه اقول له لا خليهم 8. تمام، دي ميزه الجروب، وممكن اغير المسافات بين العناصر بالشكل دوت. تمام، دي فكرة الجروب. لكن المشكلة في الجروب ان كتره غلط. فلما بعد ما اخلص واستقريت على الشغل بتاعي هقول له ان جروب طبعا لكله، هقول له سيلكت كله، اقول له ان جروب كده خلاص ما بقاش جروب. او وانت بتعمل الاري تقول له ان انت مش عايز جروب. يعني ممكن اقول له اهو الري، وخلينا المره دي نجرب ريديال. تمام، دي نقطه المركز، معنى كده ان هو العدد كله هيبقى حوالين نفسه. لا، ممكن اخلي نقطه المركز مثلا هنا. تمام، اهو اقول له مثلا من هنا مثلا لهنا، عمل لي اهو التلاته. تمام، ممكن تخليهم 5. ماشي، طيب ممكن تيجي هنا وتبدأ تقول له ايه خليهم مثلا بالشكل دوت. تقدر تتحكم في الخصائص بتاعت الريديوس نفسه قد ايه، ونقطة المركز تغير فيها العدد نفسه، تقدر تغيره، كل الحاجة تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. وانت بتعمل الري في اختيار ممكن تلغيه اللي هو جروب اند اسيت، وساعتها لما تحط نقطة المركز هيت وتقول له احنا عايزين مثلا التلاتة همت. تمام، اتعملوا بس اتعملوا كلهم منفصلين عن بعض. تمام، ما عملش جروب. فممكن من الاول تقول له مش عايز جروب، او بعد ما تعمل تقول له فك الجروب، لان وجود الجروب ووجود الاوتوكاد وهكذا بيخلي في احتمالية ان ملف الريفت يضرب منك.